الأخطاء التي نجدها أو نقع فيها عند إعداد خطاب أو كتاب رسمي. في قواعد صياغة الكتاب الرسمي هو الالتزام بالقواعد النحوية عند كتابة الكتب الرسمية، ولا يعني على أقل تقدير التقليل من الأخطاء النحوية قدر المستطاع وقدر الإمكان. فإنكم سابقا كان يخصص هنالك موظف يسمى بالمقوم اللغوي، وقد عملت به في كلية الصيدلة ما يقارب 4 سنوات. تصحيح الكتب الرسمية تقوم مع لغويا، لا أعرف هل هذا الكتاب يطبق أو هذه المهمة تعطى لصاحب اللغة، ولكن إن لم يكن وإن لم يوجد فعلى معدل الكتاب الإمكان الالتزام بالقواعد النحوية من حيث المرفوعات، معرفته بالمرفوعات والمنصوب، فلا يرفع منصوبا ولا يجر مرفوعا وهو يكسره، وهذا ضروري الكاتب الكتاب الرسمي. نعم. 11 العلم قواعد العدد والمعدود. وقواعد العدد والمعدود كما سنا باختصار وبإيجاز، العدد 1 و2 يطابقان للمعدود تذكيرا وتأنيثا، فنقول كتاب واحد وكتابان اثنان وقصتان. بقية الأعداد من 3 إلى 10 فإنها يخالف المعدود، فنقول ثلاثة رجال وثلاث طالبات، وكذلك إلى العدد 10. أما 100 و1000 ومليون، هذه الأعداد مطابقة، فنقول 100 كتاب ومئة قصة وألف كتاب وألف قصة ومليون كتاب ومليون قصة. إذن هذا يعني ما يتعلق بالأعداد بشكل مختصر لمن أراد أن يتوسع بقواعد الأعداد. عليه الذهاب إلى كتاب جامع الدروس العربية مصطفى الغلاين، أو أي محاضرة يجدها على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت. نعم. أيضا مما يجهله الكثير ولربما يعني يراها ليست بالضرورة، ولكن يلبس علينا بعض الأحيان، همزة الوصل وهمزة القطع، وما الفرق بينهما، وأينما ومتى تكتب همزة وصل ومتى تكتب همزة قطع. همزة الوصل هي الهمزة التي تلفظ في أول الكلمة ولكنها لا تكتب. إذن همزة الوصل هي همزة تلفظ ولا تكتب، وتوجد في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. أما الأسماء كما قالتها العرب أنها توجد في أسماء محددة، قالوا أنها 7 وقالوا أنها 9 وقالوا أنها 10، لكن أشهرها هي الاسم وامرأ وامرأة وابن وابنة واثنان واثنتان. هذه الكلمات تكتب همزة وصل التي تلفظ ولا تكتب، همزة الوصل تلفظ ولا تكتب. إذا هذه هي 7 كلمات هي المشهورة، اسم امرأ وامرأة وابن وابنة واثنان واثنتان، ما يتعلق بالأسماء. أما الأفعال فنجدها في أولا أمر الفعل الثلاثي المبدوء بالهمزة، إذا كل فعل ثلاثي مبدوء بالهمزة فالأمر منه أن يكتب بهمزة الوصل وليس همزة قطع، مثال ذلك اكتب ادرس اعلم. وثانيا ماضي الفعل الخماسي وأمره، مثال ذلك انتفع وانتفع، وكذلك ماضي الفعل السداسي وأمره. إذا الفعل الماضي
الخماسي والسداسي، وأمرهما يكتب بهمزة وصل وليست همزة قطع. الحروف، إذن الحروف أيضا تكتب بهمزة قطع باستثناء التعريف، فإنها همزة وصل. إذا همزة وصل موجودة فيها للتعريف، أما بقية الحروف فإنها همزة قطع، مثل ذلك إن وأن وإذا وإذ، كلها هذه همزة قطع باستثناء التعريف، فإن همزتها همزة وصل، وذلك نقول أن الألف واللام فيها همزة وهمزتها همزة وصل. هذا ما يتعلق بهمزة الوصل. إذا همزة الوصل موجودة في الأسماء السبعة، وموجودة في أمر الثلاثي الفعل الثلاثي ومبدوء بهمزة، وكذلك في ماضي الخماسي الفعل الخماسي والسداسي وأمرهما. وفي التعريف أيضا من الحروف تكتب همزة الوصل وليست همزة القطع. أما همزة القطع فتعريفها هي الهمزة التي تبدأ الكلمات فتكتب وتلفظ. إذا الهمزة همزة القطع هي الهمزة التي تلفظ وتكتب في الكلمات، وكما قلنا توجد في جميع الأسماء باستثناء السبعة التي ذكرناها، التي هي اسم وامرأة وامرأة وابن وابنة واثنان واثنتان، فإن همزته همزتها همزة وصل. أما بقية الأسماء فإنها تكتب همزة قطع، مثل ذلك إبراهيم وأحمد وغيرها من الأسماء. كذلك أيضا تكتب في بقية الأفعال. وأما الحروف فقلنا أنها جميع الحروف باستثناء حرف على التعريف، فإن على التعريف هي همزة وصل، إذن في جميع الحروف تكتب همزة القطع. وملحوظة لربما يشكل على بعض من الأخوة، همزة القطع كيف معرفتها؟ هل هي همزة وصل؟ كثير من الكلمات تأتينا، هل هي همزة وصل أم همزة قطع؟ همزة الوصل يا أخوة ممكن إضافة عفوا إضافة الواو أو فاء العطف على الكلمة ولفظها، فإن ظهرت الهمزة في النطق فهي همزة قطع وعليه فتكتب، وإن لم تظهر في النطق فإنها همزة وصل. مثال ذلك نأخذ مثلا الفعل أو ماضي الفعل الثلاثي أخذ، عندما نضيف الفاء فنقول فأخذه، لا نستطيع أن نقول فخذه. وكذلك أكل، لا نستطيع أن نقول فكل، بل نقول فأكل وأكل. إذن هنا الهمزة ظهرت فعليه يجب أن نكتبها همزة وصل. أما إذا كانت همزة وصل فإنها لا تظهر الهمزة ولا يظهر الألف عند النطق، فنقول مثال ذلك على همزة الوصل، مثاله أن نقول مثلا واستغفر واستغفر. تلاحظون يعني من خلال النطق أن الهمزة لا تثبت ولا تظهر في النطق، واستغفر أو واستغفر الله، وانتفع وانتفع، واطلع واطلع. إذا لا نجد الألف عند النطق، من خلال هذا اللفظ يمكن أن نتميز هل هذه الكلمة أو هل هذه الهمزة الموجودة في بداية الكلمة هي همزة وصل أم همزة قطع. هذه طريقة يعني لربما تقليدية ولكنها تسهل على الكثير حتى ذوي الاختصاصات وذوي الاختصاصات في معرفة هذه الهمزة، هل هي همزة وصل أم همزة قطع. إذا إضافة واو، حرف الواو العطف أو فاء العطف قبل الكلمة ونطقها، فإن ثبتت فهي همزة قطع وإن اختفت فهي همزة وصل. كذلك يشكل على الكثير منا الهمزة المتطرفة، الهمزة التي توجد في آخر الكلمة ولا الحرف الذي يسبقها، فإذا كان ما قبلها مكسورا فتكتب على الكرسي على الياء، مثال ذلك نقول قارئ قارئ ومبتدئ. تلاحظون حركة الكسر على الراء وعلى الدال، قارئ ومبتدئ. إذا تكتب على الياء الهمزة لأن ما قبلها مكسور، فالكسر يلازم الياء والضم يلازم الواو والفتح يلازم الألف، أما السكون فيلازم
على السطر، فإذا كان ما قبل مضموما فتكتب على الواو، مثال ذلك لؤم وأمرؤ أمرؤ أمرؤ. إذا يعني من خلال اللفظ هذه الكلمة تبين لنا أن اللام مضمومة والراء مضمومة. إذا كان ما قبلها مفتوح فإنها تكتب على الألف، مثال ذلك سأل سأل وكافأ وخطأ. إذا هنا تكتب على الألف لأن ما قبلها مفتوح. إذا إذا كانت الهمزة المتطرفة ما قبلها مضموم تكتب على الواو، وإذا كان ما قبلها مكسور تكتب على الياء أو على الكرسي، وإذا كان ما قبلها مفتوحا فتكتب على الألف، وإذا كان ما قبلها ساكن فتكتب على السطر، مثال ذلك جزء جزء وسمع. هذا ما يتعلق بالهمزة المتطرفة. وهنالك أيضا نقطة مهمة من قواعد اللغة السليمة في الكتب الرسمية، هو السلامة الفكرية في المخاطبات الرسمية، ونعني به سلامة الخطاب الرسمي من العبارات الطائفية أو القبلية أو أي عبارات التهكم والاعتداء والانتقاص من طائفة أو قومية أو ديانة أو شخصية من شخصيات المجتمع، سواء بالتجريح أو بالتشهير، لكونه يخالف قواعد الأخلاق العامة والسلوك، ويناهض روح التعايش السلمي والتكاتف والتلاحم التي أكد عليها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. بغض النظر عن كونه يخرج الكتاب المحرر من دائرة الخطاب الرسمي ومن المهنية التي نسعى لتحقيقها، كما أنه ينافي الغايات والأهداف التي حرر الكتاب لأجلها. إذا السلامة الفكرية في الكتاب الرسمي مهم جدا، فعدم الطعن في أي طائفة أو قومية أو ديانة معينة، لأننا نحن هنا في هذا المجتمع الإسلامي وفي هذا البلد، تدعو جميع القوانين والشرائع إلى التعايش السلمي بين الطوائف في أيضا علامات الترقيم. الكثير منا يجهل علامات الترقيم وما أهميتها في الخطابات وفي الكتب الرسمية، وعلامات الترقيم مهمة جدا عنده، سواء كان في الكتاب الرسمي أو سواء كان في أي نص خطابي أو نثري معين. والعلامات هي أضحت أهمية كبيرة، إذ أنها تساعد المتلقي على فهم النص بأقل جهد وقت ممكن. وهذه العلامات ممكن على سبيل العجالة وباختصار أن نبين هذه العلامات، وهي أولا النقطة ونقطة توضع في نهاية الجملة التامة، والنقطة الثانية توضع بعد القول قال السيد المدير، نقطة ثانية ثم العمل الفارزة توضع بين الجمل القصيرة، مثال ذلك واجبات الموظف، فارزة الأمانة، فارزة الحرص، وفارزة الالتزام. ورابعا العلامات التنصيص يوضع فيها الكلام المنقول بنصه دون تغيير، مثال ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قوسان إنما الأعمال بالنيات، وقوسان دلالة على انتهاء ذلك النص. علامة الاستفهام وتوضع بعد كل سؤال في الكتاب الرسمي. علامة التعجب أيضا توضع بعد جمل الدهشة والتعجب، وكذلك الفاصلة المنقوطة عندما تكون إحدى الجملتين إحداهما سبب للغة. وعلامة الحذف هي 3 نقاط للدلالة على هذه على حذف بعض الكلمات، فتوضع هذه النقاط. والقوسان الكبيران توضع فيه معنى كلمة ما في هذه الجملة، مثال ذلك قال النبي محمد فتح القوس ثم صلى الله عليه وسلم ونغلق ذلك القوس. إذا هذا ما يتعلق بعلامة الترقيم. بقي لدينا في قبل أن نختتم المحاضرة بأهمية الكتب الرسمية، بقي بعض العبارات التي يجب الالتزام بها عند إعداد الكتاب الرسمي، وهذه العبارات التي نستهل بها الكتب الرسمية، وهي
بعد الانتهاء من كتابة الجهة أو المرسل إليه نذكر بعض العبارات، وهي أولا استنادا إلى. يجهل بعضنا متى نستعمل كلمة استنادا إلى. استنادا إلى توضع عندما تتضمن الكتاب منطوق أو مفهوم قانون معين، فنقول استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا تقرر الآتي، ويستخدم ذلك في الأوامر الإدارية. نعم. ثانيا إشارة إلى. إشارة إلى يعني هذا ما يتعلق بالكتب التي ربما تشغل 90%، 90% تشغل من الكتب الرسمية التي تدار اليوم في دوائرنا الحكومية هي ما يحتاج إلى إجابة، فنقول تحية طيبة، وبعدها إشارة إلى كتابكم المرقم 3/7/210 في 25/8، نود إعلامكم، ثم نضع الإجابة الخاصة بالكتاب المرسل إلينا. إذا هذه إشارة إلى نستعملها باستهلال بربط كتاب مجاب به عن الكتاب المجاب عنه، ليوفر المتلقي الوقت والجهد، يعني المتلقي أو المرسل إليه عندما يصل هذا الكتاب بدلا من البحث عن مضمون ذلك الكتاب يعود إلى تاريخ الكتاب الذي تم الإشارة إليه في الإجابة، ثم يعرف مضمون ذلك الكتاب. ثالثا الاستهلال بكلمته الحاقا بي، وتستعمل لاستدراك عن على كتاب سابق لربما، يعني هنالك بعض الكتب تزود بعض البيانات ثم يسقط سهوا بعض الموظفين، ثم نقول الحاقا بكتابنا ذي العدد 10/70 في 24/8، نرفق لكم طيا الحاقا بكتابنا، نرسل لكم قائمة بقية الموظفين، وهي جدول أو قاعدة بيانات. نعم، كلمتي تأكيدا. كلمة تأكيدا نذكرها في كثير من الكتب عندما يأتي كتاب تأكيد على مثلا إرسال معلومات معينة عن شخص ما، ثم يهمل هذا الكتاب أو لضياعه أو يهمل لتقصير الموظف، فنستعمل ذلك، نقول مضمون الكتاب أو موضوع الكتاب تأكيد، ونذكر بعد ذلك تحية طيبة تأكيدا لكتابنا المرقم في كذا في تاريخ كذا، هو ثم نذكر مضمون ذلك الكتاب على أن تريدنا الإجابة خلال مدة أقصاها لربما 72 ساعة. تستعمل يعني هذه التأكيدات والإعمامات في عند تباطؤ الجهة المخاطبة في الرد على الكتاب على كتاب سابق، ليحث على الإسراع في الإجابة عليه. أيضا من العلامات التي أو الكلمات التي نستهل بها كتبنا الرسمية هي تنفيذا لي. لربما يعني هنالك الكثير من الكلمات أو الكتب الرسمية نجد فيها تنفيذا لي، ثم نذكر تنفيذا للتوصيات المقدمة إلينا من قبل اللجنة التحقيقية المنعقدة بموجب الأمر الإداري تقرر الآتي، ثم نذكر ما تضمن أو ما ترتب من توصيات ومن أساسيات ذلك الكتاب. كذلك أيضا من الكلمات التي نستهل بها في كتبنا الرسمية والمخاطبات الرسمية تثمينا لي، ونجد هذه كلمة التثمين في كتب الشكر والتقدير سواء من المدير العام أو من رئيس الجامعة أو من عميد الكلية أو من المدير الحالي، نجد كلمتي تثمينا نستهل بها في الكتب الرسمية، ومثل ذلك نقول مثلا يكون الموضوع شكر وتقدير تحية طيبة تثمينا للجهود المبذولة إلى السيد مثلا على سبيل المثال أحمد محمد جاسم، تثمينا للجهود المبذولة من قبلكم وتفانيكم في أداء أعمالكم بكل حرص وأمانة، أتوجه إليكم بالشكر الجزيل في عاملين منكم المزيد من العطاء، وهكذا نأمر من البقية في أن يحذون أحدكم في أداء عملكم على سبيل المثال. هكذا يعني تكون الإجابة في الكتب الشكر والتقدير. نعم، أيضا هنالك بعض العبارات مثلا نظرا لي تستعمل للتوضيح
دلالة على وجود حاجة أو خلل أو مقتضى، وتحصل في كثير من الاستفسارات نظرا لتجاوز غيابكم، مثلا حتى المقارة توجه إليك استفسار لبيان سبب امتناعكم غيابكم عن أداء أو تقصيركم في أداء المهام الملقية إليكم أو لعدم حضوركم على الدوام وهكذا. إذا هذه العبارات يعني على سبيل المثال وليس الحصر، ممكن استعمال هذه الكلمات للابتداء بالكتب الرسمية. إذا في هذا ننهي ما يتعلق بالقواعد اللغة السليمة، لننتقل إلى المحور الأخير من محور ندوتنا، وهو أهمية المخاطبات الرسمية في العمل الحكومي. فللمخاطبات الرسمية أهمية كبيرة، تتجلى هذه الأهمية فيما يأتي. أولا، تحقق المخاطبات الرصينة سهولة الاتصال بين مؤسسات الدولة الواحدة في أو بين المؤسسة العامة ومنتسبيها دون الحاجة إلى لقاء المدير بشكل مباشر. أي أن يعني إذا أراد مثلا وزير التعليم العالي أو وزير التربية توجيه أو تبليغ أنه يخاطب تلك الدوائر بكتب الرسمية معنونة إلى الدوائر التابعة لوزارته، لا حاجة إلى حضور واللقاء المباشر مع المرؤوسين. ثانيا، تساهم المخاطبات الرسمية في تنظيم العمل الحكومي داخل نطاق المؤسسة الحكومية والتعريف بمهام كل جهة فيها على حدة. فالعمل الحكومي لا يقوم إلا على أساس التخطيط والتخطيط المسبق والمنظم بين الدوائر التي تكون تابعة لمؤسسة واحدة، وتنظيم العمل حسب العائدية والصلاحيات والاختصاص. فلوزير التعليم العالي مثلا على سبيل المثال، نحن نتكلم ضمن دائرتنا الحكومية، له اختصاصات أو صلاحيات خاصة به، وكذلك لرئيس الجامعة صلاحيات خاصة به، وكذلك لعميد الكلية ولمعاونيه أيضا صلاحيات خاصة. لا يجوز قانونا تجاوز تلك الصلاحيات. كل مدير أو كل شخص له صلاحياته الخاصة بها. نعم، ومن خلال تلك المخاطبات ومن خلال التنظيم ذلك العمل الذي نشأ أو قام على أساس العمل الحكومي في ضوء المخاطبات والكتب الرسمية والقوانين. ثالثا، توفير الوقت والجهد في إنجاز العمل من خلال تحديد مواعيد الارتباط. نستطيع مخاطبة جهة معينة ثم نتركه، الإجابة اللي هو ما إلى سنة أو بعد السنة، لما في ذلك من ضياع حقوق أو مثلا. عليه إذن توفير الوقت والجهد في إنجاز العمل الحكومي، لأن التقييد بتوقيتات محددة تؤدي إلى أقصى وأعلى مستويات الدقة في المواعيد، وتحقق أعلى نتائج التنظيم، وتجنبنا التراكمات في الواجبية والوظيفية وأيضا تنظيم العمل الحكومي. سلامة اللغة في وتنظيم العمل في المخاطبات الرسمية هو حفظ الأولويات وترتيبها حسب الأولويات كونها وثائق قانونية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة بما يتناسب مع الأهداف المرجوة منها، لا سيما أننا دخل اليوم عصر الأرشفة الإلكترونية، فبالإمكان أرشفة جميع المخاطبات الرسمية والاحتفاظ بها في وحدات الخزنة المعروفة في الحاسوب. وكذلك من مهمات هذه الكتب الرسمية أنها في حال ورودنا أي كتاب لا يمكن أو عدم اطلاعنا على كيفية الإجابة، ممكن العودة إلى الحالات المماثلة ولمعرفة كيفية إجابة ذلك الكتاب. خامسا وأخيرا من محاور محاضرتنا أو ندوتنا لهذا اليوم، أن هذه التنظيم العملي الحكومي يساعد
في سهولة الحصول على المخاطبات الإدارية والاستعانة بها في معالجة الحالات المشابهة لها في المستقبل، وكذلك في أرشفة حقوق الكثير من المنتسبين من الموظفين، وخاصة عند إحالتهم على التقاعد. فلولا أرشفتي وخزن تلك الكتب الرسمية لضاعت حقوقهم وضاعت استحقاقاتهم. وبذلك نختتم محاضرتنا، وعذرا على الإطالة، ولكن هذا ما في يتضمن باللغة السليمة وأهميتها و في الكتب الرسمية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أترك الكلام إلى الست. نعم، شكرا أستاذ، بارك شكرا الله في أستاذ، حضرتك. بارك الله حضرتك. الله يبارك فيك. إذا أحد عنده سؤال الأستاذ ست هذه المثير موجودة. لعلم العالم يفضل يكتب على الشات حتى يجاوب الأستاذ. أستاذ ما أدري إذا تقرأ الشات، هناك سؤال. أستاذ مؤيد معاي؟ نعم ست اسمه، متى تكتب ما هو الوقت؟ مع جزيل الشكر والامتنان. كيف ما سمعت؟ متى تكتب يورجيا ونرجو؟ نعم نعم يرجى يعني حسب العائدية وحسب جهة التخاطب، يعني هي لا القال وأهل اللغة لا فرق بينهما، ولكن الكثير منا يقول أن يعني منهم يقول أن يرجى تكتب عندما يكون على سبيل الأمر، يعني من الرئيس إلى المرؤوس يكتب مثلا من المدير إلى موظفيه يرجى منكم الالتزام بالعمل. أما نرجو فعندما يكون المخاطب يعني من المرؤوس إلى الرئيس فيكتب مثلا على سبيل المثال نرجو من سيادتكم مثلا الموافقة على منح إجازة لمدة 3 أيام. إذا يرجى تكون من الأعلى إلى الأدنى، ونرجو تكون من الأدنى إلى الأعلى. نسأل الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله وسداد الجميع. شكرا أستاذ، بارك الله في أستاذ حضرتك. بارك الله فيك. شكرا لله، ثم لك ست نجية الله يبارك فيك، مشكورين على وقفتك معنا العفو ولجيت أستاذ، بس وتخصيص وقتك. الطالبة بالمحاضرة ترسل لي. والله المحاضرة يعني قلت مجموعة محاضرات، يعني مجموعة أوراق جمعتها من الكتب ما بين القانون وما بين اللغة، يعني متناثرة ليست على شكل PDF. تمام أستاذ، تمام أستاذ. إن شاء الله أكملها إن شاء الله، يعني أحاول أجمعها وأرسلها إلى ست نجية، وإن شاء الله تبعثها عن طريق التليجرام، تنزلها لمن يحب، يعني السلامة اللغوية في المخاطبات الرسمية. إن شاء الله أجمعها على شكل PDF وأرسلها للست. شكرا لله.
إن شاء الله. إن شكرا شاء دكتور. الله. شكرا دكتور.